بعد إعادتها الأمن والاستقرار إلى بساتين الوار في حمص وقضائها على آخر تجمعات العصابات الإرهابية فيها، عثرت قواتنا المسلحة خلال تمشيطها المنطقة على نفق يمتد من بساتين الوار إلى داخل مدينة حمص، وضبطت بداخله كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وعربات معدنية صغيرة كان الإرهابيون يستخدمونها للتنقل ونقل الأسلحة إلى داخل المدينة. كما عثرت بجانب النفق على معمل لتصنيع العبوات الناسفة ومواد أولية تستخدم لتصنيع المتفجرات كالسماد والبودرة الخاصة وجالونات من السوائل. ونبقى في